إلى أي درجة يعني عظم الإسلام حق الجوار؟ نسمع منك الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فعلا يعني قضية ذكر الجوار والجيران في القرآن شيء عجيب، يعني يقرأ إنسان آية سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لاحظوا عبادة الله وعدم الشرك وبالوالدين إحسانا، وثم ذكر بعده والجار ذي القربة والجاري الجنب والصاحب بالجنب، يعني أنواع الجيران الثلاثة لأهميتها. من هم الجيران هؤلاء الثلاثة؟ يعني حتى يكون من الفرق بين الصاحب بالجنب و يعني الجار القريب والجار الغير القريب وكذلك الجار البعيد. يسلم. يعني والجار وأحيانا يجتمع في الجار الواحد قرابة وقرب. قرابة يعني كل ما كان قريب رحم وجار له حق إضافي. طبعا يزداد يزداد حقيقة. ولذلك يعني الحديث الآخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال جبريل، لاحظوا فعل مضارع، ما زال جبريل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا المعنى حقا يعني غرس فينا وفي نفوس الناشئة منذ الصغر في أهمية الاحترام وتقدير الجار. فلذلك بعض يعني كثير من الناس حتى يعني يسأل إذا أراد أن يسكن في مكان أو يذهب إلى بيته يسأل من الجار، خاصة أصحاب الشقق يهتمون بالجار والذي يبني بيت كذلك يسأل عن الجار لأهمية الجار. وحتى ذكروا قالوا يعني بعضهم الجار قبل الدار. صحيح. قبل الدار. طيب أحسنت يا أبو محمد، جزاك الله خير. طيب شيخ محمد العبد القادر جزاك الله خير، يعني هل من الماحة إلى يعني جوانب ينبغي أن نحرص عليها دينيا في تقديم حق الجار في أشياء معينة حسية أو معنوية؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعيد بهذا اللقاء مع الشيخ قاسم ومعك الشيخ محمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ويبلغنا ختام هذا الشهر الفضيل. آمين. في صحة. آمين. وسلامة وإيمان. حقيقة لي يعني تعقيب على قضية الجار وبعد الجار، يعني من الأفكار الجميلة الآن تلاحظ الأحياء الجديدة مثلا في المنطقة الشرقية أو حتى على مستوى المملكة. أصبح الشباب يحرصون على شراء أرض ثم يتقاسمون الأرض. نعم. فهذه فكرة جميلة صراحة في اختيار الجار قبل الدار. يا سلام. يعني أبحث عن صاحبي ولا ابن عم ولا أخ ولا صديق ولا عزيز، وبالتالي فعلا هذا الشخص طبق المقولة الجار قبل الدار فيتقاسم الأرض. وأحيانا حتى في بيع المخططات يروحون ثلاثة أربعة خمسة ولا عيال العم. نعم. ولا مثلا أصدقاء عمل ويشترون مثلا مجموعة من الأراضي قطاع. نعم. كبير ثم يتقاسمون. هذا موجود. ما تفضلت به يعني كما قال ابن خلدون الإنسان مدني بطبع، وهذه المدنية حقيقة تولد تفاعلات كثيرة جدا بين الجيران. ونحن نركز على الأسرة، الأسرة بكل مكوناتها من الأب والأم وأحيانا الأجداد. يا سلام. يعني وجود جد أو جدة في البيت ترى هذا يضفي نكهة جديدة في التعامل مع الجيران الآخرين، ويعطي دائرة توسع أكبر. توسع أكبر واحترام وتقدير. يا سلام. أكبر. لما تستضيف المرأة مثلا جاراتها ثم فجأة تطل عليهم أم الزوج وهي كبيرة في السن، أو والدتها هي وهي كبيرة في السن، هذا له دور كبير. والحقيقة هذا من خلال تجربة لما كان الوالدين الله يرحمهم عندي في البيت، كيف كان يعني مجيء الوالدة له هيبة وله يعني حس إيماني وتعليمي وتربوي. ويأتون الجيران القدامى أيضا، حتى جيران الحارات القديمه ياتون للزياره، حتى ان البنات صغار البنات لما يعلمون ان في جده يستحون من لبس القصير مثلا. جميل. يستحون من بعض التصرفات، تجد البنات الصغار يبادرن بالخدمه لان في جدتهم فلانه ترى لازم نبيض الوجه ونصير حبوبات قدامهم الى اخره. فهذه بعض القضايا المهمه حقيقه في قضايا تفاعل الاسره مع الجيران. Thank you.